معي على الهاتف دولة الرئيس فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق. سيد الرئيس، مساء الخير. مساء النور لك ولجميع المشاهدين. أهلا وسهلا. أعتقد أنها قمة في وقتها، قمة مصرية لبنانية، وأنا قلت من شوية تعبير أنه بالنسبة للوضع اللبناني الآن على العرب فليتنافس المتنافسون في دعم ومساندة لبنان. بدون أدنى شك، يعني الأمر لا يحتاج لمنافسة، يحتاج إلى تضافر الجهود العربية من أجل إنقاذ لبنان. نعم. بدون أدنى شك أن لبنان يمر بظروف في منتهى الصعوبة، وأن هناك انهيارات على أكثر من صعيد، وذلك بسبب أيضا الاستعصاء على الإصلاح الذي مررنا به، وهذه وأيضا التدخلات الأجنبية في لبنان، وأيضا وجود السلاح المتفلت من يد لبنان بسبب أن الدولة اللبنانية أصبحت مقتطفة من قبل حزب الله والأحزاب الطائفية والمذهبية التي تدور في فلك حزب الله وإيران. نعم. وهذا الأمر طبيعي هو الذي أوصل البلاد إلى هذا الوضع الخطير جدا من ناحية المعيشية وأيضا من ناحية المؤسساتية، لأنه أصبح خطر على لبنان ككيان بسبب هذه الانهيارات، انهيارات الثقة، وأيضا بسبب عدم وجود الطرق السياسية في لبنان التي لا تتعامل بطريقة صحيحة بشأن احترام الدستور واحترام الدولة اللبنانية واحترام أيضا التزامات لبنان تجاه أبنائه وتجاه أصدقائه وأشقائه في العالم. نعم. وبسبب هذا الانحراف في السياسة الخارجية في لبنان، وأيضا بسبب كذلك التدخل السلطة السياسية في القضاء بما جعل القضاء يستعمل من قبل السلطة السياسية كمخلب من أجل الاقتصاد من الخصوم السياسية. كل هذه الأمور تتطلب من الأشقاء العرب الوقوف مع لبنان. بدون شك أن لبنان بلد محطوف الآن، ولكن هذا الوقوف العربي يعدل هذا الاختلال في التوازنات الداخلية وأيضا في التوازنات الخارجية في سياسة لبنان الخارجية. طيب سيد سنيورة، اسمح لي يا فندم، أنا آسف المقاطعة. أنا تحدثت مع سيادتك عندما تولى السيد نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة في لبنان. الآن بعد أسابيع وشهور قليلة، كيف تقيم التجربة؟ هل البداية سليمة؟ هل الانطلاق في المسار الصحيح؟ أم ترى أنه لابد من إعادة الحسابات؟ كما ذكرت لك آنذاك أن هذه كانت أفضل ممكن وأقل بكثير من المطلوب. هذه العبارة استعملتها صحيح عندما سألتني آنذاك، وهي بسبب أنه هذا التأليف قد جرى الإخلال في الكثير من المواد الدستورية، مما جعل بالنهاية هذه الحكومة هي ممثلة للسياسيين، وبالتالي كل وزير ينتظر بما يصل إليه من تعليمات من الحزب الذي رشحه لعضوية الحكومة. مفهوم. ولكن تألفت الحكومة، الآن لدينا هذا الوضع، وبالتالي تعرضت إلى صدمات بسبب التحقيقات الجارية في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وبعد ذلك التصريحات المسؤولة التي أدلى بها بعض السياسيين، مما أدى إلى توتير العلاقات. والحقيقة أن الذي جرى أن هذه التصريحات جاءت بمثابة القشة التي خصم الظهر البعير، بسبب أنها كانت إضافة إلى ممارسات أدت إلى اختلال هذه السياسة الخارجية التي تقتضي بداية أن لبنان عليه أن يحترم السياسة التي أعلنها والنمط الذي عبرت عنه الحكومات المتعاقبة. نعم. بأنها ما يسمى النأي بالنفس، ولكنها هذه العملية كانت فعليا نأيا بالنفس بالقول، ولكن ليس نأيا بالنفس. طب واستقالة مطلق هذه التصريحات وغيابه عن المشهد في الحكومة، ألا يخفف كثيرا من حدة التوترات؟ أعتقد أن الأمر
يتعدى موضوع الوزير واستقالته، لأن المشكلة هي في هذه التراكمات التي انتشرت. نعم. الآن ما هو مطلوب؟ مطلوب أن يصار إلى ما يسمى تضافر موقف عربي داعم للبنان ولعروبة لبنان ولعظمة الاحترام للدستور اللبناني. هذا الأمر طبيعي هو الذي يؤدي إلى ما يسمى يعني معالجة هذا الاختلال. صح. لا شك بأن الوضع العربي، الوضع العربي وما يسمى الانشغال كل دولة في مشاكلها والظروف التي تمر بها، كل هذا أدى كما تعلم إلى انعكاس سلبي على الأوضاع في لبنان. صحيح. ولذلك نحن ما نريده ليس تسابقا من الدول العربية للمنافسة بين بعضها بعضا على دعم لبنان، إنما موقفا عربيا متضامنا. هذا الأمر الذي بزيارة ماكرون إلى السعودية كان هناك فقرة هامة وأساسية التي عبر عنها الولي العهد السعودي وكذلك رئيس الجمهورية الفرنسية على دعم لبنان، وبالتالي تصليب الموقف لجهة التأكيد على احترام الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وأيضا العودة إلى احترام القرارات الدولية. طيب. هذا الموقف العربي الذي أعتقد أن جمهورية مصر العربية وسيادة الرئيس السيسي هم من أشد الداعمين للبنان، ونحن نعلم أنه منذ أن استقل لبنان كانت مصر دائما في كل العهود تقف إلى جانب لبنان وتدعم استقلاله وسيادته، وأيضا طبيعة نظام لبنان وظروفه الخاصة. صحيح. ولذلك كان لبنان دائما يعتمد على مصر في هذا الشأن، وأعتقد أن هذه الزيارة تأتي في محلها الصحيح، لأن هناك المركز أيضا الذي يمكن أن يحصل لبنان فيه على الدعم المطلوب، ليس فقط الدعم من خلال الغاز وغيره على أهمية هذا الدعم الكبير، ولكن أيضا الدعم السياسي الذي يمكن أن تقدمه جمهورية مصر العربية. صحيح. وبالتعاون مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج ليشكل كما كبيرا يصلح من هذا الاختلال الكبير الذي أصبح لبنان في خضم. طيب سيد سنيورة، التقى كمان سيد ميقاتي بسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بذكر الموقف العربي المتضامن اللي حضرتك تفضلت به. هل تعتقد أن الجامعة العربية بوضعها الحالي قادرة على تكوين موقف عربي متضامن، قادرة على مساعدة لبنان في وضعها؟ يا سيدي، أنا أعتقد أن الحقيقة أنا تشرفت بزيارة إلى سيارة الرئيس السيسي منذ عدة سنوات. نعم. وكنت جزءا من مجلس العلاقات العربية والدولية، وكنت أنا ورئيس الوزراء العراق السابق ريان علاوي ومحمد الصقر رئيس الاتحاد البرلماني العربي السابق، وكانت جلسة جيدة جدا، وأنا تسنى لي أن أذكر أمام الرئيس السيسي ثلاثة أمور أساسية أعتقد أنها من الضرورة بمكان من أجل أن يصار إلى تصويب الوضع العربي. بداية عودة مصر بقوة إلى دورها العربي الذي لطالما كانت تقف به، وبالتالي تصلح الاختلال في التوازنات العربية التي نشهدها اليوم. والأمر الثاني هو عودة الجامعة العربية لأن تقوم بدورها الجامع للعرب، وليس أن تكون انعكاسا لخلافات الدول العربية. والثالث هو استعادة الإسلام الخافشين. هذه ثلاثة الأمور أن أعتقدها أنها ما زالت صحيحة وأساسية من أجل إصلاح هذا الاختلال الكبير الذي نشهده في التوازنات في المنطقة. المنطقة العربية الآن تشهد اختلالا أيضا بنتيجة طبيعي قوى خارجية، أكانت من إسرائيل التي بيننا وبينها عداوة، أو كان بالنسبة لإيران الذي بيننا وبينها خصومة شديدة،
وايضا بيننا وبين تركيا التي بيننا وبينها خصومه ايضا. هذه الامور مفهوم. ينبغي ان يكون في هناك موقف عربي كبير قادر على ان يقف ازاء هذه التحديات ويتصرف بحكمه وايضا بمكر وبتفكير كبير من اجل التعامل مع هذه الظروف الصعبه التي تمر بها المنطقه العربيه. لبنان فعليا هو انعكاس الوضع الداخلي في لبنان انعكاس للوضع العربي المختل والذي هناك حاجه ولا يملاه الا الموقف المصري بدايه وبالتعاون مع المملكه العربيه السعوديه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد فؤاد السنيوره.